بالخير والسعادة، يحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. تنظم جامعة أو الجامعة الكاثوليكية في أربيل مهرجان الألعاب والقصائد الشعرية والقصص القصيرة والرسم، ومعرضا فوتوغرافيا لتبادل الثقافات والآراء بين مكونات الشعب العراقي. للمزيد ابقوا معي. بالبداية تلقينا دعوة كريمة من الجامعة الكاثوليكية في أربيل وهي المشاركة في مهرجان. طبعا المهرجان بعدة فقرات، مهرجان فلكلوري ثقافي، تبادل الآراء وثقافات بين المكونات الموجودة في العراق. طبعا احنا كفريق رسامين من قضاء تل العفر شاركنا بمجموعة من اللوحات، و الزيارة حضر فيها مسؤولين من الجانب الأمريكي ومن الجانب العراقي، ممثلين عن الحكومة العراقية ومن المنظمات. وطبعا المهرجان برعاية منظمة IOM الدولية. المهرجان كما ذكرت أسلفت بفقرة رسم وفقرة مسرح وفقرة شعر وفقرة صار جلسة حوارية، حيث كان فيها تعريف عن الحضارة العراقية والمكونات الموجودة في العراق. اليوم وفي عنكاوة في الجامعة الكاثوليكية، طبعا مشكورات منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية اللي أقامت الورشة التدريبية للشباب لإظهار مهاراتهم في شتى الميادين، منها الميادين المسرحية والرسم، وأيضا حضرنا احنا ممثلين عن متحف بيت بغديدة للتراث السرياني، اللي حكينا بالمحاضرات دور الشباب في المجتمع حول الحفاظ على التراث، حول الحفاظ على الهوية الوطنية، وأيضا دور الشباب في بناء السلام والحفاظ والتماسك الاجتماعي. أكيد هالورشات راح تعبر وتصنع فت مستقبل جميل للشباب.